They just need the raw support. We don't do anything. I'm just curious if the general capacity of the مساء الخير، اهلا وسهلا. شكرا على وجودكم، شكرا جزيلا. This evening we hope to give. هذه الأمسية الهدف منها إعطاء كل واحد منكم نافذة صغيرة عن هذا الحدث الهام. وأود أن أشكر ضيوفنا الأعزاء من وزراء وممثلي عن السلطة الفلسطينية وممثلي عن منظمة التحرير الفلسطينية. Since the founding of the US we've been a nation that strives. منذ تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية كنا الأمة التي جلبت الوحدة الممتازة. نحن دولة المواطنين من جميع الاتجاهات والخلفيات والعرقيات من مختلف أنحاء العالم، ونحن في هذه الليلة ندعوكم لتعيشوا التجربة الأمريكية الديمقراطية.